وعودة إلى جريدة الوطن، البورصة تحقق أعلى عائد بين بورصات العالم منذ 30 يونيو وتطلق خدمة تداول عبر المحمول قريبا. قال دكتور محمد عمران رئيس البورصة أن بورصة مصر حققت أعلى عوائد بين بورصات العالم منذ 30 يونيو 2013 بنسبة اقتربت من 90%، فيما تحتل المرتبة الثالثة منذ بداية العام الحالي 2014 بعد بورصتي إندونيسيا واليونان. من جانبه قال محمد عبد السلام رئيس شركة مصر المقصة أنه تم الانتهاء من التجهيزات والبنية التحتية لإطلاق خدمة التداول عبر المحمول، وينتظر إطلاقها قريبا من خلال كافة أنواع التليفونات المحمولة.